راحت ذكرياتي تغيرت حياتي البيت اللي عشت فيه كل أوقاتي صار ذكرى وما بقي إلا حيطان هالحب اللي بحيطانه بده يرجع له أمانه هالبيت اللي عشنا فيه بالقلب رح يبقى مكانه بالقلب رح يبقى مكانه شي غريب في رجال ما بيعرف لوين طلعت مرته وراحت بنصاص الليالي لهالدرجة متحرر يا رجل أنا رح أقلك لوين راحت مرتك هي راحت تشوف أبوها وأمها بالسر لا مو معقول أنا كنت عندهم وليش رحت لهنيك مثل ما أبا ملتزمة وعم تأدي واجباتها ككنة بهذا القصر أنا كمان كنت عم قوم بواجبي كصهر لهيك رحت وزرت عمي ببيته وستي أكيد بتعرف لوين راحت أبا كران لحظة أنت جنيت شي؟ ستي شفتي أبا شي؟ لا أبدا بس شو القصة كران احكيلي وليش مبين عليك متلبك كتير؟ أبا مو موجودة ولا بمكان بهالقصر هي قالت لك شي لوين رايحة؟ لا هي ما قالت لي أي شيء أبداً أنا بتأسف مشانك أنت أي نوع من الرجال ما فيك تدير بالك وتعرف لوين راحت مرتك بنص الليل سيد كاران أنا دورت بكل القصر هي مو موجودة بأي مكان لأني سكنك مو بالقصر وين كانك بابا؟ شو هالأبية؟ أنت معقول ما بتعرف لوين راحت بنتك بهالوقت المتأخر من الليل؟ عمي كانك راحت تحضر حفلة عرس رفيقتها المقربة وأنا أجيت لعندك لحتى أقلك عمي هي خبرتني وعلى كل حال كانك مانا مهملة أبداً مثل ما الكل مفكرينه أنت معك حق يا شايلي بنتي دائماً بتخبرني قبل ما تطلع من القصر وما بتخبي علي شيء بس البنات الباقيين ما عندهم هاي العادة بنوب أكيد معك حق بكل هالحكي عمي حتى شوف الوقت كتير متأخر وآبا بدون ما تخبر كاران ما بعرف لوين راحت يمكن بلشت تتعلم كاران. منك شيلنا من هالقصة هذا مو وقت النقاش أبدا أول شي لازم تعرف وين آبا يا ابني اختي لاتا وينك لاتا براكاش لاتا مانا بالبيت شو القصة ماما الدكتور وصف لهذا الدواء لأختي لاتا وأنا جبت لها
وينها هلأ؟ هي بالبيت؟ لا هي طلعت مشوار، بدها تشوف رفيقتها وتحكيها بموضوع كتير مهم. بس هي لازم تنام بهالوقت ما؟ بكرة عندها فحص إيكو والمفروض إنه ترتاح شوي قبل الفحص. شو عم بصير معها؟ ماما أنتي لا تقلقي، مين رفيقتها اللي راح تشوفها؟ أنا رح أخذ الموتور تبع خالي رجاف وروح جيبها. ما بعرف أي رفيقة، هي بس قالت لي إنه راحت تشوف رفيقتها بهالوقت. أمي أنتي شو عم تقولي تشاندرا؟ ليش خليتيها تروح وهي بهي الحالة؟ ما سألتيها مين راحت تقابل؟ الدنيا نص ليل وهي لحالة، بلكي وقعت بشي مشكلة. أنت ليش طلبت مني إني أجي لهون؟ هي آخر مرة بيجي وبشوفك فيها بناء على طلبك. كتير ضروري إني شوفك يا لاتا، وأنا ما كان بدي قابلك بهيك مكان سيء، بس صدقيني لاتا أنا عرفت غلطي وأدركته كتير منيح. أنا بعتذر منك وبطلب منك تسامحيني، جيت لحتى أخذك أنت وابننا، بترجاكي لا ترفضي. أنا بوعدك أنه من اليوم نحن الثلاثة رح نعيش مع بعض مبسوطين. أنا حالتي عم تسوق يا لاتا، الديانة كتروا كتير ورفعوا علي قضية. أنا ما بدي شي لاتا، بس بدي عائلتي تكون جنبي. فيكي تساعديني ولو شوي من جوا قلبك؟ انتي تعرفي لاتا قابت زوجت من عيلة غنية وكلها محامين، اذا هنن كلهم بيوقفوا جنبي أنا بكون بأمان. هلأ فهمت القصة، فهمت شو هدفك الأساسي، لهيك أنت صاير كتير لطيف معي. لك أنت واحد منحط ودنيء وبلا أخلاق يا سامر، إجيت بس لأنه في إلك أسباب شخصية لحتى تستعرض كذبك وحبك المزيف. تذكر شغلة سامر، تذكر إنه أنا ما رح كون جزء من هاي الأنانية تبعك ولا بأي شكل. ليك من هلأ ورايح لا تفكر أبداً إنك تضحك علي وتستخدمني كرمال مصلحتك الشخصية بنوب. لك فهميني أنت شو فكرة حالك وليه؟ أنت رح ترفضيني؟ أعمل شو ما بدك يا سامر، بس أنت ما فيك تجبرني اليوم على أي شيء. أنت بتحبي ابنك ولا لا؟ إذا كنت كتير حابة إنك تجيبيه وتربيه بسلام وتكوني مرتاحة لازم تسمعيني أحسن لك. اتركني. ألو بنتي لاتا، حماتي معك كاران. كاران ابني، انت عم تتصل بهالوقت؟ فيك شي يعني؟ ابا منيحة؟ ايه تمام، ابا كتير منيحة، ما في شي، الامور منيحة كتير. عم اتصل فيكن هلأ لأطمن عليكم، بس شوفي ليش قلقانة؟ لا ابني ما في شي الحقيقة، لا تراحت تشوف رفيقتها بس لهلأ ما رجعت على البيت، مشغول بالي كتير عليها. أصلاً ما في أي سبب يخليكي تقلقي، هي أكيد خبرتك قبل ما تروح مشوارها لوين رايحة
ورح ترجع، خلص لا تقلقي. طيب انتي انتبهي على حالك، بحاكيكي بعدين. ماشي ماشي ابني ماشي. كيفك؟ شو عاملة بحالك؟ معقول جاي على الحفلة ولابسة ساري؟ وعياني شو عم تعملي؟ جارسون، أنت فظيعة بهاللوك. أنت مفكرني مجنونة فيكي؟ أو ما ضل عندي مخ أبداً؟ ليش لحتى ألبس ساري وإجي لهون؟ هذا بس قدام العيلة. أوه، أنا لابسة ثياب السهرة تحت هالساري. آه هي أي؟ لكن شو عم تستني؟ هلأ إجيتي على الحفلة؟ يلا يا حلوة فرجينا على لونك الحقيقي. عن جد؟ أوكي بس دقيقة. لهون وبس كانيكا. انتي؟ انا ما رح اسمح لك تنزعي اسم العيلة قدام الناس وبهالطريقة هي. عن جد؟ ومين انتي لحتى تحاكيني هذا الحكي؟ او حتى تحطي قوانين؟ نقلعي من هون، يلا روحي. شو غبية كانيكا، أحسن لك إنك توقفي اللي عم تعملي. يمكن أنتي ما بتحبيني ابنو، بس أنتي بتكوني مثل أختي الصغيرة. يلا. ليكي أنتي ما فيك تجبري أي حدا على شي بدك يا أنتي. إذا كانيكا ما بتروح معي هلأ وبهاللحظة كمان، وقت الشرطة رح تجي تاخدكم كلياتكم. كانيكا يلا. فيكي فيكي بس اسمعني، فيكي تركيني، فيكي تركيني، قلت لك تركيني. كران ابني، اذا ابا ما راحت على بيت اهلها وين بدها تكون هلا؟ قلي ابني، حاولي تحاكيها مره تانية، يلا بسرعه. الله يخليك. لا ستي انا هلا حكيت معهم، هن كتير خايفين على بنت حماي لاتا، هي راحت على بيت رفيقتها ولسه لهلأ ما رجعت. إذا بقلهم من شان آبا رح يقلقوا بزيادة. رؤي خلينا نستنى بس شوي تاني. عادي ما بستغرب أبدا، الكل بيحكي بأدب وأخلاق بنات السيد براتاب سينغ. بس شو هالأخلاق هي؟ السيد براتاب مربي بناته كتير منيح، واتنيناتهم هلأ طالعين من البيت بهالليل. رح أطلع لبرا. إيه 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 إيه. روح بسرعة، يلا روح. أنا كتير متمني بهاللحظة أعرف لوين راحت مرتك بنص الليل. وقفي عندك، مفكرة أنك رح تفلتي بهذا الشي اللي عملتيه فيني؟ تعالي بعدي عني. عملك تعالي، تركيني تركي،
قلت لك اتركيني بقى أبا. انتي شو مفكرة حالك عم تعملي؟ رح حاسبك ورح تدفعي تمن اللي عملتيه معي اليوم. عادي ما بيهمني. اتركيني. اتركيني عم توجعيني. خلاص. انتي شو مفكرة حالك عم تعملي؟ انتي تزوجتي على كيفك صح؟ ووطيتي راس عيلتك، عملتي كل شي بالغصب، وجاية هلأ عم تعلميني الأصول؟ انتي آخر حدا بحق له يحكي معي شي، فهمتي؟ تعرفي؟ لغاية هذا اليوم ما حدا وجه لي كلمة بهذا القصر، ما حدا قلل من احترامي أبداً. مين انتي حتى تخانقيني؟ مين انتي حتى تجبريني على الشي بدك ياه؟ ليكي إذا في حدا بده يتأذى فهو أنا، أنا وأبي، أنا وعائلتي، مفهوم؟ أنت شو دخلك فينا؟ بابا، بابا، شوف بابا، أنا رحت لحتى أحضر عرس رفيقة لإلي وما بعرف هي كيف راحت لهنيك، وهي بابا إجت بلشت تهيني قدام الكل بابا. معلش اسألك سؤال يا مدام يا محترمة، ليش ضربتي بنتي؟ وهذا هو سؤالي إليك يا وقحة. بابا أنا ما عملت أي شيء، أنا كنت مع رفقاتي بالحفلة صدقني، هي فجأة إجت وصارت تعيط، يلا نمشي يلا نمشي، وأنا لما رفضت بابا تعرف هي شو عملت؟ عملت شيء لا أنت ولا حتى ستي ولا واحد من العائلة عملوا معي. تخيل هي ضربتني كف. بس دقيقة، انت شو اللي مضايقك اذا بنتي راحت حضرت حفلة العرس رفيقتها؟ عمي هي مو الحقيقة. كانيكا ما راحت تحضر حفلة عرس، راحت على مكان الناس المحترمين ما بيروحوا عليه. لا بابا، بس مشان سمعت العيلة أنا يا كنت... أبا أنت مالك علاقة، لوين ما بدها تروح بتروح. حلو، أنت شو دخلك حتى عم تحكي أبا؟ كانيكا أخذت إذني قبل ما تروح. عمي هلأ الموضوع بيرجع لك أنت بعد هالحكي، رح تسمع لبنتك ولا لكنتك الحشرية؟ يا ريت تخلي الكل يسمعني وتسكتي مشان وضح كل الموضوع. يمكن انتي ما بتعرفي، بس كانيكا بتعرف كتير منيح شو هو اللبس اللي لابسته تحت هذا الساري، وانا بتوقع كمان هي ما بدها تحكي عن هذا اللبس هلأ ابدا قدام الموجودين. لهيك الاحسن انه تضلي ساكتة. انا اسفة بابا، صحيح ما رح احضر عرس، أنا فعلاً رحت أحضر حفلة، بس بابا هي ما أنا مشكلة كبيرة كتير لحتى هي تتجرأ تضربني وبأي حق. أنا رح أقول لعمي هلأ بأي حق مديت إيدي وضربتك، لا تخافي. بسبب الشروط اللي عمي طلب مني أوعده فيها واللي أهم أنه أقطع علاقتي كلها يعتبت أهلي، وبصفتي إجيت على هذا القصر كني ومرت ابن، أنا وعدته لزوجي إنه بالنسبة لإلي هلأ وأهم شي بهالدنيا هو سمعة واسم هاي العيلة واحترامها كمان. بهذا الحق العلاقة اللي بتربطني بأفراد هالعيلة، بما إنه أنا صرت كنة لعمي وزوجة لكاران كمان، أنا ما رح أسمح لأي شي إنه يسود وش هاي العيلة. ويا عمي أنت ما بتعرف شو كان صاير هنيك. يمكن أيا كنا بالدنيا بدالي فيها ببساطة تشوف أخت زوجها الصغيرة عم تلعب بسمعة العيلة، بس أنا ما فيني صدقني، ما فيني وقف مكتفة تجاه سمعة كانيكا. وإنت عاطية لكانيكا حرية كبيرة وهذا غلط، هي نتيجة دلالك، بس أنا ما فيني أترك كانيكا تدمر حياتها.
أنا عن جد آسفة عمي. هلأ يا ريت تقلها لكانيكا إنه المرة الجاية تاخد إذن اللي أكبر منها قبل ما تطلع من هذا القصر. اسمعيني، انت ممنوع تطلعي من القصر بدون ما تاخدي اذني. لا ولا كلمه واحده. فهمت منيح انا شو حكيت كانيكا؟ عمي استنى شوي. الله يحميك، اليوم انتي فعلا اديتي واجبك معنا ومع سمعه عيلتنا وشرفها. انتي عن جد زوجة محترمه يا بنتي، وهلا اثبتي لنا انك كني حقيقيه ومناسبه لعيلتنا الكبيره. انا كتير مبسوطه فيكي بنتي، كتير مبسوطه. انا كمان مبسوطه يا ستي، كمان هي اول مره يلي عمي بيفهمني فيها منيح وحتى بيسمع مني. انا فخور فيكي. بدي احكي تليفون بس لحظه. ألو مرت عمي؟ أنا كاران. إيه كاران قلي. رجعت لاتا شي؟ لا ابني لساتا ما رجعت لهلا، كتير مشغول بالنا عليها. أخي راجاف وبراكاش راحوا يدوروا حتى ما حكى التليفون. طيب خلص أنت لا تقلقي أبدا، أنا كمان رح روح دور عليها هلا، وأنت كمان احكي معي دغري بس تعرفي أي شي عنا ماشي؟ إيه ابني. لا تقلقي هي رح ترجع أكيد إن شاء الله. أنا جاي ما بطول. ابني كاران لوين رايح بنص الليل؟ عندي شغل بالمكتب. كاران؟ في شي تاني؟ يلا قلي. ما في شي أبا. حبيبي بدك تخبي عني؟ برأيك أنا مالي جديرة بأنك تخبرني عن مشاكلك؟ لما ما رجعتي على البيت أنا دغري حكيت تليفون مع أهلك، قالوا لي إنه أختك كمان طلعت برات البيت وراحت بدها تشوف رفيقتها وهي لهلأ ما رجعت. لاتا؟ بس حسب ما بعرف أنا هي ما عندها أي رفيقة بأوجين، يعني لوين بدها تكون راحة؟ يا ربي. بس بابا وماما بدهم يقلقوا كتير. كاران بركي كان صاير معها شي، شو بدنا نعمل هلأ؟ آبا روقي واهدي شوي، ما رح يصير لها شي. خالك راجاف وبراكاش طلعوا يدوروا عليها وأنا هلأ رايح كمان ورح نلاقيها ماشي؟ روقي. اسمعني كاران، أنا ما بعرف لوين راحت أختي، بس نحن حقيقة مكان بدنا نروح عليه مناخد بالعادة التاكسي تبع السيد رهمان، دور عليه واسأله قبل ما تروح. طيب رح أسأله. روقي ولا تقلقي ماشي؟ ما بتأخر. لو سمحت وين السيد رهمان؟ ليكو هنيك. شكرا يا أخي. يا أخي ها؟ أنت السيد رهمان؟ أي أنا. في مجال تطفي هي؟ تعرف بنات السيد براتاب؟ لاتا وآبا، ما عنده غير هالبنتين. إيه إيه أنت زوج بنته للسيد؟ إيه. أنت وصلت اليوم لبنت حماي لاتا شي؟ إيه إيه أنا وصلتها. لوين؟ على عنوان قريب على الطريق. أي بيت؟
بقصد بيت مين يعني؟ ما بعرف بصراحة، هي نزلت على الطريق. بس شو القصة؟ صاير شي؟ إذا بدك بوصلك لهنيك أستاذ. إذا بتريد. إيه تفضل. يا الله، هي رح تموت هون. اختلاتة، لا تأختي. اختي لا تا. يا أخي جيب السيارة لهون بسرعة. يلا خدنا على المشفى. آيس كريم؟ هلا؟ معقول بهالطقس؟ للآيس كريم في نكهة تانية بهذا الفصل. ماشي، أنا رح جيب. أنت شو بدك؟ بس شوكولا ولا توت؟ فستو، جوز، كاجو، زبيب، شو؟ بصراحة أنا بحب كل النكهات، بس هلا على ذوقك. معناتها من الكل؟ كلهم؟ جاي. شكل لي كم وحدة. تفضل. شكرا. برجع بحاسبك. مو مشكلة. يسلموا. تليفوني. شوفي لي مين بالله معلي؟ سانسكار، بس أنا ما لازم شوف الرسائل تبعك، مو هيك؟ المهم ما تحسسيني بأنه اتنيناتنا غرب عن بعض. لا سانسكار، أنا ما قصدي هيك، بس اللي بعت الرسالة مو متوقع غيرك يشوفها. ايه هي ما أنا مشكلة. لك شوفي مين؟ يلا. هاي الرسالة من شايلي. هلأ بتكون أبا ضاعت من بين إيديك. خليني شوف. خديهم. آبا ضاعت من بين إيدينا، بس هي راحت تعمل حلو. أنت قريتي نص الرسالة بس. شايلي حكت معي قبل شوي وأنا سألتها
عن كاران وآبا وين هنن، بس قبل ما تجاوب التليفون انقطع، ولهذا السبب هلأ رديت. أنا آسف لأنه يمكن أنا مو لازم أسأل عن آبا أصلاً، هيك المفروض. ما رح يدب وعدك. شو صار؟ يي العمى. أنا رايح جيب غيرهم. أعطيني نفسهم. ألو، شوفي لا عاد تبعتي لي رسالة مرة تانية. ثانية معي كل الوقت. هذا الخبر حلو كتير، بس عندي خبر مو منيح. تخيل عمي هلأ صاير عم يوقف جنب الست آبا، وكمان هو عم يتأثر بكلامه زيادة. مصيبة إذا عمي وافق على آبا تصير كنتو يا سانسكار، وهيك صار مستحيل إنك تحصل على آبا ورح توقع بمشكلة. وهلأ يلي واقف بطريقك هو كاران. إذا هالشي استمر أكيد آبا رح تحصل على ثقة عمي بسهولة، وهيك أنت رح تضطر تتعامل مع كاران ومع أبوه بنفس الوقت. ولهيك أنا بعثت لك رسالة لحتى خبرك. باي، انتبه منيح. وقع هون لو سمحت. ايه ماشي. كاران كاران كاران، اللي وين لقيت لاتا؟ طيب والدكتور شو قال؟ هي كانت واقعة على الطريق. أنا من شوي دخلتها والدكتور ما قال لي أي شي. عمي وين أخذوها؟ على العناية. أخي براكاش أنت خدهم وأنا رح خلص الإجراءات وإجي. يلا خلينا نروح. وين غرفة العناية ابني؟ لحظة شوي أمي. ها ليك هاي هي. اطلع يا براتاب شو صاير ببنتنا. شاندرا لازم تكوني قوية. دكتور دكتور طمني شو صاير ببنتي. طمن يا مدام، ما في شي بخوف، ونحن عم نعمل كل جهدنا. منيح انه السيد كاران جابها بالوقت المناسب، وإلا الأمور كانت رح تتعقد أكتر. نحن قريبا رح نطالع من قسم العناية عن إذنكم. كاران ابني أنت روح على البيت، تأخر الوقت كتير، كمان آبا بتكون قلقانة عليك هلأ. لا لا لا، أنا رح ضل هون، وكمان رح اتصل بآبا حتى ما تقلق علي. شوي وبرجع. أبا بنتي لا تضلي واقفة، عدي ارتاحي. ألو كاران. ايه أبا. أختي لقيتوها؟ أبا أختك بالمستشفى هلأ. شو؟ أبا انتي لا تخافي، أنا عم أحكي معك حتى خبرك إنه رح أتأخر شوي، لهيك لا تقلقي علي بنوب. بس كاران هي بالمستشفى، إن شاء الله ما يكون في شي خطير. وابنها؟ آبا هي منيحة والأطباء عم يديروا بالهم عليها، وأهلك إجوا لهون كمان، أمك وأبوكي وبراكاش كلهم صاروا جنبها هلأ. لا تخافي أنتي، طولي بالك وروقي شوي. ماشي، أنا رح أحكي معك إذا صار أي شيء. آبا شو صار بنتي؟ ستي إذا صار شيء للولد اللي ببطنه والله أختي ما رح تقدر تتحمل. بنتي
إن شاء الله كل شيء رح يكون منيح، أنت لا تقلقي هالقد. ما بعرف ليش هيك حظي سيء، معقول ما أكون مع أختي بهيك ظرف؟ أو حتى شوفها؟ بس ما رح أتراجع عن الوعد يلي أعطيته لعمي، ما فيني أعمل شي لأختي، أنا كتير خايفة ستي شو أعمل؟ أبا بنتي، أختك رح تكون بخير، يلا تعي معي، يلا. بنتي خلي هالوردة معك، رح يكون فيها البركة. ايه مدام أبا، يا ريت تجي، الأستاذ تعبان كتير. كيف؟ شو صار؟ أمي أمي جاكو، شو صار؟ شو جاكو؟ جاكو حبيبي، بس جيبي الدواء بنتي، جيبي جاكو. جاكو لا 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 ابني، جاكو أمي ابني، انت رح تكون هذا أمي، رح تكون أمي. دكتور مشفى، خذوني على المشفى. راجو خلي الشوفير يجهز السيارة حتى نروح على المشفى. جاكو ابني، ستي انتي خليكي هون، رح اخذ عمي انا. ايه بنتي ايه. عمي بابا، شو صاير؟ ما بعرف استاذ، شو صار ابا؟ عمي تعبت صحته هيك فجأة وطلب ناخده على المشفى. ما فيني اتحمل اني شوف بنتي عم تتوجع قدام. انا بعرف، انا بعرف انه بابا حبيبي رح يحقق لي كل احلامي. اهدى. على مهلك. لا تهرب، أبا
المريضة صارت منيحة، تجاوزت الخطر. إذا سمحت تسطح. ما في داعي لهالشي دكتور. شو قصدك؟ لكن ليش اجيت لهون؟ أنا أعبى سيد بكرة زوجك وما بحبه بنوب. سيد براتام، بس أنت مو من حقك إنك تهين عمي وتقلل من قيمته هيك بقلب قصر. ما بعرف ليش هيك حظي سيء. معقول ما أكون مع أختي بهيك ظرف؟ جبت حدا لحتى يشوف احبابه دكتور. دكتور كيفه بابا؟ في شي خطير؟ لا اطمن، ما في اي شي بيخوف، بس بعد ما نخلص الفحوصات انت فيك تاخده على البيت. شكرا. الحمد لله وضع عمي كتير منيح، بس اختلاطه بابا وأختك رح تكون منيحة. أنا آسف، حتى بهذا الظرف أنت ما فيك تشوفي أختك، وأنا كارا أنا بتمنى لو فيني روح لعند أختي وأحضنها بس خبرها أنه أنا هون قريبة منها وأني رح ضل جنبها وأقعد معها وإلا خلص يا أختي كل شي كل شي رح يكون منيح. بس كل شي رح يكون منيح أبا، كل شي رح يكون تمام وأختك رح تكون منيحة وأنا رح وصل لك سلامك ومحبتك إلها ورح انتبه عليها. بكفي بكي، انتظري هون شوي لبين ما ارجع. كيف حاسي حالك هلا؟ ليكي اختك آبا كتير قلقانة عليكي على فكرة. كل النهار عم تصلي وتدعي لتقومي بالسلامة. من شان هيك انتي لازم تتعافي بسرعة، ماشي؟ هلأ الدكتور عطانا الإذن، نحن صار فينا ناخد لاتا على البيت. إذا هيك كتير منيح، لكن خليها تجهز رح نكمل الإجراءات، ماشي؟ أنا شفتك بالمشفى هون.
ووضعك تعبان، لهيك قلت خليني اسأل عنك بتضل قرايبي. بس يا ترى ليش ابنك الكبير ومرته ما اجوا يا جاكوان؟ شي بيزعل، بس بدي اقلك انه ابنك وكنتك اللي جابوك على المشفى هن اللي ما قلن عندك اي حق باملاكك. يا سيد براتاب، كل اب بيعرف مين من ولاده مهتم فيه عن جد، وانا بعرف منيح انا كيف لازم اتعامل معهم لولادي. لهيك الاحسن انك ما تتدخل بعيلتي، وانت خليك بعيلتك. كتير واضح من هالكلام انه ما في اي فائدة اذا الواحد حاول يكون حكيم مع غيره يا جاكوان براسات. صحيح، شي مرة فكرت ليش انت دائما عم تجي لهون على المشفى؟ ما سبق وسألت حالك؟ ها؟ اللي عم يصير معك هو عقوبة على كل افعالك يا جاكوان؟ لهيك انت جاي لهون بهالحالة السيئة الساعة 3:30 الصبح؟ ومين جابك على المشفى؟ بس ولادك اللي ظلمتن وما عطيتن أي شيء، صح؟ فكر شوي، فكر يا جاكوان. الحق معك يا براتاب، أنا بعرف إني ما عم أفهم ولادي صح.